فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. روى إمامنا مالك
الحمد لله الذي حضرنا من دار الغرور وأمرنا بالاستعداد ليوم البعث والنشور. أحمده سبحانه وتعالى وهو الغفور الشكور. أمر ببر الوالدين ونهى عن العقوق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي أولاً بتقوى الله وطاعته، فالتقوى هي سبيل النجاة يوم الدين، هي التي تنفع يوم لا ينفع مال ولا مال إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين يا رب العالمين. إخوة الإيمان، فموضوع خطبتي اليوم في هذا اليوم المبارك تدور حول بر الوالدين وعدم حقوقهما. موضوع هذا اليوم حول بر الوالدين، كيف تتعامل مع والديك سواء كانوا صغارا أم كانوا كبارا. عباد الله، لقد جاء الأنبياء بالهدى والبينات ودعوا إلى المكارم والمعالي وأعمال الخير. فمن المكارم والمعالي التي جاء بها القرآن الكريم وأنبياؤه المرسلين بر الوالدين. قال الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهذا دليل على ما بينهما من تلازم وارتباط، إذ لا تتحقق العبادة مع العقوق، ولا يملي الإحسان إلى الوالدين مع الإشراك. عباد الله، إن الإحسان إلى الوالدين، إن الإنسان إذا أطاع والديه يكون يوم القيامة، اسمعوا معي، يكون يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء. ترضى أن تكون مع هؤلاء؟ إذن أطع والديك وتكون مع الأصحاب النبيين والصديقين والشهداء. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وإلى هذا يشير رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عمر بن مرة الشهري رضي الله عنه، أن رجلا وحد الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله، أنا قلت الإسلام، وأنك رسول الله، وصليت الخمس، أنا كم قلت الصلاة ديالي،
كان صليت صلوات ديالي كلها واديت الزكاه كنخرج من المال ديالي كنعطي الزكاه للفقراء وصمت رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات على هذا كان مع النبيين والشهداء والصالحين واشار باصبعيه قال ما لم يعق والديه انظروا احباب الافاضل جعلت هذا الرجل هذا الصحابي الجليل قال له انا كنصلي وكنصوم وكنزكي كندير الاعمال كلها ولكن واش هذا العمل كافي باش تدخل الجنه قال له اياه كافي ولكن ما زال لك واحد الشرط واحد شنو هو اذا لم تعق والديه إذا كنت ببر الوالدين وبإحسانهما تكن مع هؤلاء إذا فهلم بنا جميعا أن نحسن إلى الوالدين لأن الوالدين كما يقول في حديث آخر الجنة تحت أقدام الأمهات الجنة تحت أقدام الأمهات وروي في حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث لا تقبل منها واحدة بغير قرينتها إحداها قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إذا أطعت الله إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله فقط إذا أنت لم تؤمن برسول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ثانيها قوله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين إذا أنت قمت الصلوات ولكن لم تزكي ولم تخرج من مالك لأن هذا المال الذي عندك هل هو بيدك لولا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاه لك وساقاه إليه أنت فقط السبب أما الله سبحانه وتعالى هو الذي يسخر لك في المال وفي التجارة وفي كل شيء ثالثها قوله سبحانه وتعالى أن اشكر لي ولوالدي فمن شكر الله ولم يشكر الوالدين لم يقبل منه إذا شكرت الله فقط ولم تشكر الوالدين ولم تحسن إليهما لم يقبل منك الله سبحانه وتعالى هذا الشكر أيها المسلمون والمسلمات إن الأمر بالإحسان إلى الوالدين ليس من خصوصية هذه الأمة فقط ليس غير الأمة ديالنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على البر إلى الوالدين بل هي من الأمم السابقة قبلنا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الأنبياء الذين يبعثهم الله سبحانه وتعالى من تلك الأمم كي يحثوا على البر إلى الوالدين بل هو أمر إلهي متقدم كتبه الله على الأمم قبلنا كما أثنى الله تعالى على الأنبياء وخص منهم بالذكر يحيى لأنه كان بارا بوالديه على كبر سنهما خطب الضاري كان يحسن إليهما وخص بالذكر يحيى لأنه كان بارا بوالديه على كبر سنهما فالبر في وقت الحاجة أعظم منه في غيره والحاجة لا تتحقق إلا في سن الشيخوخة والضعف حينما يكون الوالدين ديالي صغارين يقدروا يتسخروا يقدروا يتسوقوا يقدروا يشوفوا يقدروا يخدموا ولكن حينما
يصل به السن الى الكبار عتيا، الولد ديالو كينفر عنه كانه ماشي الاب ديالو، كانه ماشي امه. صافي كيكون كبر كيمشي، وانت راك عاقل الوليدات ديالك كما تدين تولد، واحسن الى الوالدين ديالك باش الوليدات ديالك كيحسنوا اليك. انت اذا شافك الابن في سن سبع سنوات او العشر او العشرين او غير ذلك، كل صباح كتمشي عند الوالدين ديالك، كل صباح كتتصل بهم، كتمشي تسخر لهم، حتى هو كيفطر. هذيك الفطره كيطلع عليها الولد بحال فطره الاسلام. فطره الاسلام انه الانسان كيخرج مسلم الا الابوين ديالو هما الذين يهودانه او ينصرانه. وبحال داك الشيء ملي كتحسن الى الوالدين ديالك، الله سبحانه وتعالى كيسخر لك داك الوليدات ويحسن اليك. قال الله سبحانه وتعالى في شأن يحيى: وبر بوالديه ولم يكن جبارا عاصيا. عباد الله، ان الامر بالاحسان الى الوالدين عام مطلق ينطوي تحته ما يرضي الابن وما لا يرضيه، من غير احتياج ولا جدال ولا مناقشه. وهذا امر مهم جدا يجب الانتباه اليه، لان كثيرا من الابناء هذا الله واياهم يغفلون عنه، اذ يحسبون ان البر فيما يعجبهم ويوافق رغباتهم، والحقيقه على خلاف ذلك. تاكك الابن وهذا مزيان عارف يمشي عند الوالدين ديالو، لا خصك تكون كما كنت تمشي عند الوالدين ديالو، خصك تزورهم. وبذلك وعكسه، فالبر لا يكون الا فيما يخالف هوى الابن وميوله، ولو كان فيما يوافق هواه لم يسمى برا، لما روى البيهقي في شعب الايمان والبخاري في الادب المنفرد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من مسلم له والدان ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح الله له بابين. الله أكبر. انظروا معي هذا الحديث الشريف. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما إلا فتح الله له بابين من الجنة. فرضا تكون انت في الجنه واحسن الى الوالدين ديالك بحال المزالين في حياتك، وان كان واحد فواحد، زعما لك تعطي الام ديالك وما عندكش اب، الله سبحانه وتعالى كيعطيك في الجنه. وان اغدر احدهما، واخا تغدر الام ديالك وترضي الاب ديالك بجوج ترضيها. دابا بعض الابناء كيمشي يحسن الى الوالدين ديالو اما امه ولا الاب ديالو لانها حنينه ولا شي حاجه، لا هذاك الحق واجب عليك تحسن اليهما كيف ما كان. لقمان عليه السلام كان الاب ديالو مشرك، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى شنو قال له؟ وصاحبهما في الدنيا معروفه، صاحبهما في الدنيا معروفه. وان اغضب احدهما لم يرضي الله عنه حتى يرضى عنه. قيل وبالضربان، دابا كيزيدوا ياكلوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له واخا هذا الاب ديالو وهذا الام ديالو طلبت الابن ديالو، قال ولكن ظلم. اللهم اجعلنا من البارين الى الوالدين يا رب العالمين، اللهم تقبل منا يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. ووعد بجزيل الثواب، أحمده سبحانه وأشكره، وشكره واجب على جميع العباد. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الوهاب،
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم المعاد. أما بعد، عباد الله، إن رضا الوالدين مقدم على رضا الزوجة، إن رضا الوالدين مقدم على رضا الزوجة. فمن الناس، بعض من الأصناف من الناس، من يكرم زوجته ضارا من فيها منتهى الوفاء، ويهين أمه ناظرا إليها نظرة العداء. ولقد ذكر بعض العلماء جمعوا التحليفية وقالوا لنا البر بثلاثة شروط، أعطونا واحد ثلاثة ديال الشروط باش تكون بارا لوالده. أولها أن يكثر الولد رضا والديه، تقدم داكشي نتا على الزوجة ديالك وعلى الناس وعلى الأبناء ديالك، خصك نفسك تقدم الوالدين ديالك تقدمهم على نفسك. أن يكثر الولد رضا الوالدين على رضا نفسه وزوجته وأولاده والناس أجمعين. ثالثا أن يطيعهما في كل ما يأمران به وينهيانه عنه، سواء وافق رغبته أم لم يوافقهما ما لم يأمره بمعصية، كما في الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثالثها أن يقدم لهما كل ما يطلب أنهما يرغبان فيه من غير أن يطلبا منه، عن طيب نفسه وصروره مع شعوره بنقصه في حقهما. استقبال يقول لك الاب ديالك ولا الام ديالك عطيني، خصك انت تمشي تقول له شنو خصك الام ديالك. دابا بعض الناس هدانا الله واياهم، حينما الام ديالو كتكبر ولا الاب ديالو كيكبر، شنو كيدير له؟ كيهزو ويمشي فيه وضل عليها. سبحان الله، انت قد هزت الام ديالك ولا الابن ديالك ولا الاب ديالك، كيف ترجع لها؟ هذا لا يجوز قطعا. ما تقوليش انا ما كنقدرش، انت ربيها الزوجه ديالك، اذا كنتو خدامين معاه قدر الله ما شاء فعل، كتشوف خدامه الضرب كثرت لك النهار، ما تهزاش انت وديها الضرب العجزه. هي الام ديالك معاه، لان انت معك الام راه الخير هو لك الام هذه، راه فيها الخير كله، فيها الدنيا وفيها الاخره. داك الدنيا اللي كتمشي تبحث عليها في الصباح وكتمشي كتجري، راه الدنيا خليتها في الدار ديالك، غير احسن الى الوالدين ديالك، انت فقط صادق. ايها المؤمنون والمؤمنات، ان رضا الوالدين وبرهما عمل بها الصحابه رضي الله عنهم. فهذا اول اسم، واحد الصحابي الجليل صمتوا معي هذه القصه وهذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم به عن اختي. فهذا اويس بن عامر عاصر النبي صلى الله عليه وسلم. هو كان هذا اويس كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم. واش هو غير ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم وصابر؟ عنده واحد الشرط تما باش ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان مهتما بخدمة أمه، ولذلك منعه عن الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن هو كان سمع في واحد الحديث كيقول لي كيعطي الوالد ديالو كيكون معاه في الجنة، قال أنا عندي الأم ديالي كبيرة ننبر إليها، وخا ما نمشيش نهاجر إليه، أنا مؤمن به نكون معاه في الجنة، ولو فاتته الصحبة الشريفة في الدنيا ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم هذا الحديث، ففي صحيح مسلم عن أسير بن جابر قال: كان عمر بن الخطاب، وتعلمون من عمر بن الخطاب؟ هو من الخلفاء الراشدين ومن المبشرين بالجنة. كان
عمر بن الخطاب إذا أتى عليه أنباد أهل اليمين أهل اليمن سألهم أفيكم أويس؟ كل مرة ملي كيجيو عندو شي ناس كيقول له واش نتوما اللي فيكم داك أويس؟ أويس بن عامر واش هو هذا الرجل فيكم نتوما؟ حتى أتاه أويس، جا هذا الرجل اللي كان هو الذي كيبر بالوالدة ديالو، قال له أنت أويس بن عامر كيسولك الأسئلة اللي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال من مرة؟ قال نعم. قال ثم من قرن؟ قال نعم. قال فكان بك راس فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال لك والدته؟ قال نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس ابن عامر مع أبناء أهل اليمن من مراد ثم من قرن لو أقسم على الله لأبره. الله أكبر. شوف توسط القيمة ديال البر بالوالدة. لو أقسم على الله لأبره، شنو مطلب الله سبحانه وتعالى في عقله؟ واش تنظروا معي الرجل غيطلب من عمر بن الخطاب وخاف من المبشرين بالجنة، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. قال له عمر فاستغفر له. انظروا خلاصة ما في هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل بأنه لا يطيق عليه هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول شي حاجة غير الهوى دياله. جاءه جبريل قال له يا محمد واحد الرجل فلان ابن فلان هل أويس هو كيبر بالوالد ديالو؟ وهذا الحديث كل الصحابة كل هو من أهل الجنة، ولو جاو عنده جعل عن الصحابة يطلب منه له المغفرة ويدعو له. فعلينا جميعا أحبتي في الله أن أنظر إلى الوالدين، قسم الناس ما يفرطش في الوالدين ديالو. راه الشيطان والحرام والزوجة والأبناء وهذه كيسول لك، ولكن أنت خصك تكون قدوة، تقول أنا اللي غنمشي نفعل داك الشيء مع الوالدين ديالي، هالأبناء ديالي كما تدين تولد. نعطيكم واحد القصة صغيرة هي طويلة بزاف ولكن في عجالة. يروى أن بعض شي شخص ذبح الأب ديالو بشي غار، حنا هذا الله وإياه، لا شك أن الناس ما غيصيروش لهاد الدرجة، ولكن نعطيك زعما شنو وقع. مرات سنين وداك الأب عنده واحد الإبن، كان ماشي بيه في الطرقات، قالوا أين تذهب بي يا ابن؟ قال أنا أريد أن أذبحك. شوف قالوا عرفتي شحال ذبحني؟ قالوا ديني لواحد البلاصة فين ذبحت أنا الأب ديالي، ها كما تدين تولى. عباد الله، هذا ولنجعل باستختام أفضل الصلاة وأزكى السلام على شفيع الورى وخير الأنام، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضي عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اجعلنا من البارين إلى الوالدين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن الذين يحسنون إلى الوالدين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من البارين إلى الوالدين يا رب العالمين، أمير المؤمنين وحامل الملة والدين، جلالة الملك محمد السادس، أطاه منصوره ولا تصر عليه،
اللهم وفقه للخير واعنه عليه يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه يا رب تفرقا من الشيطان معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. بعض الاخوان يطلبون منكم ومنا جميعا الدعاء، اللهم اشفهم يا رب العالمين، اللهم اشفهم يا رب العالمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. السلام عليكم.